جاهزين يا بيه؟ الباشمهندس الصوت تمام؟ تمام. كله تمام؟ تمام. الو الو، ايه انت بتكلم واحد في السعوديه؟ ايه يا بيه؟ ايوه سامعك. شكرا. الو سامعك يا استاذ هريري. ايوه يا بيه، اتفضل يا بيه. اتفضل. سيب ازازه الميه، ما تشربش دلوقتي، ما تشربش دلوقتي. يلا كاميرات جاهزه. سيب الميه، سيب الميه. عليا عليا الطلاق، ما سايب الميه. امسح شنبك يا استاذ طلعت. مالكش دعوه بزفتي. ما تجيبوا لنا الناس يا جماعه. نبتدي ولا ايه يا استاذ؟ لحظه لحظه لحظه. لوك 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 المخرج بتاع الحلقه بس، والمصحف يطلع من هنا على عربيه الاسعاف على مستشفى المجانين. نعرف اسمك الاول. شكري. شكري ايه؟ شكري بس كده؟ لا، شكري مغاوري. شكري مغاوري. ايوه. الحاجه سيده حسين. ازيك يا حاجه سيده؟ انت مبتسم على طول، امال ايه المشاكل اللي عندك طالما انت مبتسم؟ طب نخليها تقول المشكله على طول. والله اتفضل. بص حضرتك، الراجل ده كان موعدني ان هو هيتجوزني، وهو قاعد في العتبه عندي. كويس. حضرتك بقاله 5 سنين ما بيدفعش الايجار. هو مأجر عندك؟ ايوه. ما بيدفعش الايجار. وكل ما اجي اتكلم معاه يقول لي والله يا ستي انا ما معيش فلوس، والله يا ستي ما معيش فلوس. انت ستي مفتريه، والله مفتريه. انا بتعملي فينا ده؟ ايه ده يا عم؟ حرام عليك. شايف يا بيه؟ حرام عليك. حسبي الله ونعم الوكيل. لسه هنسمعك، لسه هنسمعك. خلصتي؟ انا تعبان يا استاذ طلعت. والله والله العظيم ثلاثة يا استاذ طلعت، هو اللي لف حوالين مني والله، وقال لي انا هتجوزك. عشان كده انا سكت على الاجره 5 سنين. بذمتك يا استاذ طلعت، بذمتك حد يتجوز دي؟ حد يتجوزها دي؟ لا، مش عايزين غلط، مش عايزين غلط. احنا يعني هو الحكايه وحشه يا استاذ طلعت. خلي السؤال ده بعدين. طب انت دلوقتي هتدفع لها ولا هتتجوزها؟ اختار حاجه من الاثنين عشان نخلص ام الحلقه دي، ما تضايقوناش بقى. طب اعمل ايه؟ طيب يا باشا، هتتجوزها ولا هتفرجها؟ هتجوزيها بقى. يا لهوي يا ابا. بس يا ولية بقى، يا نهار اخبار، ما تتلمي بقى. يعني هو كده ينفع يا بيه؟ اقعدي في ودني. هتتجوزها ولا هتتجوزها؟ بس بالله عليك، احنا رجاله زي بعض، يعني لو ترضيني انا موافق. لا ما ارضلكش. بس الله ينور عليك. خلاص الله ينور عليك. طب اديلها فلوس بقى كتير يا بيه، والدنيا تعبانه زي ما انت شايف. عايزه كام منك؟ ده دخلها لها 8000 جنيه قصتهم لها. مش راضيه. يبقى اتجوزها. طب اتجوزني انت وهفضل لي راجل ولا ضل حلو؟ اه شبط ده، اه شبط. مالكش دعوه، انا جاي حل المشكله. اتجوز مين ياما؟ طب والله العظيم وهكتب لك ياما. اسكت ياما. اتجوز لما تكتبي لي الاوبر بحالها. هتبت ايه؟ هتبت اللي هتكتبها لي باسمه. هنهزر ولا ايه؟ فر اتجوز بقى. هي اتجوز ايه؟ ترضى لي ده لاخوك المسلم؟ بص بلاش يوم، ساعه ساعة. استاذ طلعت، ده هتفتح سودة بسودة بسودة. استاذ طلعت. نعم. انا عايز اسجل الحلقة حضرتك بتتساير معاهم. انا استنى يا استاذ. انا يا استاذ طلعت. استاذ طلعت. استاذ طلعت. نعم. استاذ طلعت. مش هرد عليك. ايوه استاذ طلعت. اقعدي بس. يلا ونعمل وكيل فكرة. استاذ طلعت. في مشكلة في التصوير، اقعدي بقى. قاعدين مع راجل محترم. ايوه بيه. استاذ طلعت. نعم. استاذ طلعت. والله العظيم. ايوه. استاذ طلعت. الله يخرب بيت الاستاذ طلعت، ما تخلص. بقول لك ايه، ما هتخلصوا ولا هتتجوزها ولا هتتجوز ايه؟ ساعه زمن. انت قلت ايه؟ ساعه. انت قلت ايه؟ خلي المأذون جاهز، اللي هيكتب هو اللي هيطلع بعد. مش انت عمال تعمل كده دلوقتي وقلت اه؟ مش انت قلت اه لما بيقول لك ترضى تتجوزها؟ عملت كده دلوقتي. هتشبط. اتجوز مين انا؟
ليه ليه ماتوا؟ انا مالي ليه احكم على نفسي بالاعدام؟ ليه انا مالي؟ الله يعني ينور عليك. ايوه انت اعدام. الله ينور عليك. الله ينور عليك. استفلوا مع بعض. الله ينور عليك يا باشا. انا ماليش دعوه بالمشكله دي. انت قلت الحق. الراجل بصراحه ما يعني والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا رجاله. يا ساتر حسبي الله ونعم. ما انت بتقولي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتم انت رجاله. والله على راي المثل من بره هج هج ومن جوه مج 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 هج هج ومج مج مج تنيلي بقى اسكت. ربنا يعمل فيكوا ايه؟ ربنا ياخدك. ما تسكتي. ايوه العوض. يا رب يا ما تسكتي بقى. ايوه انا عملت لك حاجه. ما تسكتي عشان نحل المشكله دي. هديكي 8000 جنيه وسيبي الراجل. الله ينور عليك. الله يبارك لك يا باشا. ربنا يخليك لينا يا رب ويبارك لك ويديك الصحه. عندك حاجه تاني؟ ايوه مش 8000 جنيه اسكتي. خيرك يا استاذ كتر. أيوة. خيرك. وياخد بيهم براءه الراجل ده. ربنا يديك الصحه. براءه مني يا استاذ. ايوه بصراحه براءه مني. كتر خيرك. كتر الف خيرك. كتر خيرك يا استاذ. هو ده اللي جاي يتحل. خلاص يا استاذ يديك الصحه يا رب. استاذ درديري هدفع 8000 جنيه. مش انت هتدفعهم؟ قول كده قدام التصوير. بصراحه ربنا كده اهوت. انا عارفه ان انا لو خرجت من هنا لا هاخد ال 8000 جنيه ولا هتجوز. هدفع انا ال 8000 جنيه. خلاص خلصوني بقى. بس نفسه هيدفع ال 8000 جنيه. مشكلتي اتحلت. جواز وفلوس للتنين. مين ده اللي جواز وفلوس؟ مش قلت موافق؟ وانت ايه؟ سلام عليكم. انت كده الله يبارك لك يا عم. اقعد كده تمام قوي. يمشي راجل. سلام عليكم. الله يبارك لك يا حاج طلعت يا رب. الله يبارك لك. ما قدامكش غير طلعت بقى. سلام عليكم. يلا يا استاذ يلا شوف هتقفل الحلقه ازاي. انا عايز اعرف فلوسي بقى. ماليش دعوه. اقعدي هديكي فلوس. هديكي فلوس. اقعدي. هو ده يرضي ربنا يا استاذ طلعت؟ اقعدي. طب ما انت نرفزتيني بقى. اقعدي. انا عملت لك حاجه ولا جيت يا بيتك خالص؟ مش الموضوع خلص؟ خلاص عايزين ايه تاني منك؟ كتر خيرك يا اخبار في المشكله السوداء دي. كتر خيرك. قوم يا استاذ طلعت. اقعد يا عم. اقعد بقى انت كمان. خلينا نخلص بقى. عايز ايه طيب انت تاني منك؟ اقعد بقى. المخرج الزفت بيقول اقعد. ما يخرب بيت المخرج وبيت سنينه. يلا وانت ترزع اقعد. مين اللي ترزع يا ده انت قليل ادب بقى. انت لو مشيت انت مش انت يا بيه. انا بكلم حد يكلمني. اوعى حد يقابلني. اللي هيقابلني هضربه. اوعى بس. اوعى اخر مره. اخر مره يا عم بقى. معلش اوعى بقى ما تجوناش بقى. اخر مره. اخر تيك وهنمشي. اخر تيك بعد اذنك يا ريس. احنا اسفين يا ريس. القرف ده. تعالى يلا يا عم. قلت لك ما انت رجعت اهو. انت والله ما وراك غير الكوارث. تعالى يا ست. تعالى تعالى. اوعى بس اعتذر للست دي. انا ليا الشرف يا استاذنا. انا ليا الشرف والله. الدنيا حر. معلش عملت لي اركونديشن طبيعي. حلهم بينهم الصلح خير. انا والله حاسس كده بس. بينهم الصلح خير. حلهم بينهم الصلح خير. حلهم بينهم الصلح خير.